وش الرجال آنيا يا لك كبير سيكليس طول الفيديو بزاف ديال الاسئله كنتو تطرحوا عليا ومنهم السؤال الاساسي والرئيسي اللي هو علاش ايوب سيكليس خدا شي 50 طب وبريم باريسيا هذا هو السؤال اللي يسولوني عليه بزاف ديال الناس وقررت نجاوبو في هاد الفيديو هما بما انا انني غادي نمشي لعكراش والدراجي كامره وبالزايد انا غادي في الطريق نقولو لكم علاش شريت 50 بالضبط شريت لها ماكينة بي كان 150 بريباريشا وبالمناسبة بصحة 50 شريت لها لوبيات شريت لها هادي وهادي زوقت لها كارت بو ديال قدام سلورانيك من جيت كيلاص اول حاجه نديرو هي نمشيو نديرو ليسانس ولا تشعل صاوي ما فيه والو المهم دابا انا غادي طوب بلاصه ماشي شي بلاصه اخرى لكن معايا خويا الصغير ندير ليسانس شيل يا شريف بالنسبة علاش خديت سي 50 هي الوزن ديالها تقيل وأصلا أنا كنت متفاجئ بدوزة كانت عندي في الشيشة في القط باش بريباريشا وبعشا ودابا قلت علاش خديت سي 100 بيضة باقا عندي دابا باقا عندي دابا كنمشي في عادي كمكينة 125 دوريجين موديل هي وحالة شي 2014 مبغيتش نبيعها عزيزة عليا بزاف لأن الصح والعمال وضرب شبيها التريب كيشبيها بزاف نحط لكم شي تصاور ديال التريب فيها كيشبيها الحسيمة كيشبيها الناظور كيشبيها الشمال كيشبيها الشفشاوي المهم الشمال تقريبا مسافة عامة باش نشبيها وفكرت انني ناخد سي 50 خديت سي 50 ولكن كاين شي غير مستعملة قديمة خدش هاد الحمار هذا مبقاش كيتباع في الجديد ولا غير في القديم كاين شي تقريبا ضاربة شي لا مش بزاف هاد مولا كانت عندها واحد الراجل كبير كاين شي من عندو وخديتها وشفت الماكينة ستوندار ديالها ولكن ستوندار ما عجبتنيش الطريق كاع خمسة كتبين دي 125 كي 140 يا 150 المهم عفوت 125 قلت 110 الفوق صافي فهمتش دي 120 دي 125 على حسب الجهاز اللي بغيت انت اكبر كنت كثير على تقول لك انا معاك زايا ديجا هادشي غادي ناخدها جديدة المهم ناخدها بصراحة هادشي ناخدها جديدة وبالنسبة ناخد القري والقري مطلي بزاف القري كلشي شاريه الكحل عاوتاني كذلك الرجال تا هو كلشي شاريه تا راه علاش منكونوش حنايا زعما ضروري منكونو كاع بحال كاع الناس فهمتي زعما نديرو شي حاجة اللي هي حاجة ماشي بحال كلشي غير شي حاجة بالنسبة للبيكان بالنسبة للبيكان 150 ديال 150 حتى الساعة بالضبط حتى الساعة باقا ما شفتش واحد مركب ديك هنا ديال 150 بيكان بالضبط 150 هادشي غيشي ركب
الأمارك فرين، هل تقول بيكن نيش الأمارك بيكن سبرين بيكن سيمي سكوكيب سي سيزون فريبي رطران طروات هي تركب وحده نيش راح تديدي ديالها في يوتيوب حاج فيسبوك. هذوما المطن اللي كتركب لهم أكثرية بيكن اس اس شهية. بالنسبة لستي 50 ما شحال واحد ماشي ما مركبهاش هو شي عمر لي. بالنسبة لستي 50 تا ما مكاينش شي واحد شكون ركبها. كتجاتني فكر بأنني نركب لستي 50 مكينة صديقة شي علاش. بالنسبة لافورس وأنا علاش خديتها 150 راه ماشي على ودي السياج او يا هو غادي ماشي باش نسير نتسابق ولا شي حاجه ماشي واخدها غير باش نسير كيلي وصافي ماشي. النهار اللي نحتاج الموطور كوبريسون تسير على الموطور كوبريسون عامر الجد العقابي في الدو بلاص مابقاش معاه مشكل بحال دابا انا هاز الدو بلاص بحال ما هاز الزواب تنكسير على الموطور تجاوبني عادي. غادي نوصلو واحد الطوالة في مكناس باش نمشيو لعكرة الشهية وتشوفو دو بلاص شحال شحال تشحال ماشي شي حاجة باش فيها كربيشور غير صغير دايرلها كربيشور صغيرة باش تمشي كعار مطار كبير و ديرلي كربيشور كبيرة هنا تولي تشوفو ب20 و ليسونس دابا راه تقريبا راه داير شي 12 درهم ونص هادشي كاينه الزاهية هتولي ألسع عود معمول البومبا كاينه تيرش رش هادشي علاش داير كربيرة شو صغيرة عاش ما تاكلش قالي جري كاع قالي جري عمت تضرب 20 كيلومتر شولي خاصك فيها يضرب ديال ليسونس بالنسبة للدراري صحاب بريباراسيون راه قضية مرونة فيها بصح مرونة زايد درون علي مفرقع شي شيك مدير شي سي 50 ولا شي حاجة هاي حيد الأحسن ليه ركب كاريناج أنا براسي راه مغامر حيد كاريناج شي شنو راه شي كوك كينزل شارية باش نطبق هاد القرار الجديد انا اللي كيش يشدو ما كيش يرحموش ودابا نهضرو على بالنسبة للبريباراسيون كومبلي اللي درت الموطور كاينين هما مو بزاف ولكن نبداو بالاساسيات اللي هي سيدية 150 كيمكو اوريجينال عند مع الكيمكو ليتش كنت بيع الكيمكو ولكن انا ما خديتهاش مع الكيمكو صراحه انا مشيت للسيزي تي هادو كنت يبيعو مطار ديال السيزي كراج هاد اللعيبات حتى نقلب تنقلب نلقى واحد الكيمكو 150 وخديت منو السيدية شريتها مع المراحة خديتها تاني حاجة ديش بوبينا ديال الكادر نيش بوبينا ديال الخيط ديالها تكون لاصق في البوجي هادي تا هي 150 حرة خديتها من السيت كل علي اكسبريس كل ما كاين هادو تلاتة د الحوايج ضروري فهمتي عندك بوبينا سيدية كل ما كاين يكونوا في عبار واحد ماشي موطور 150 خلي فيه سي دي ديال ديال ستوندار اللي كتجي معاه تدخل معاه بالشينوا والبوبينا دكار راه عمرو ما يعرف فهمتي درت هادو ثلاثة وكلشي كلشي بالضبط حيدتي الباتري ما يديماريش الموب وجيت يخدم بالباتري الثمن ديال هاد ثلاث بياسات هادو بثلاثة تقريبا راه توصل لشي 4500 درهم بيناتهم تقريبا هي شي 4390 درهم شي حاجة بحال هكا وسير صافي دابا حنا وصلنا لواحد الطوالة انا نزيدو لها شوية المانيطا
واحد السيدة. الله الله السرعة تقتل صديقي. بوليسي شاف الحال عاش كيسو الحال فينا هو غادي. احنا خرجنا البرج الرباط الرباط وسط وسط كريش جديدة. سير عمي مرقص يا سير جانو سلا كريش ووريكم بوي السلام موطور شهر من 150 ولا ترى الكربيرة شو اللي كتبت عليه ليسانس راه 50 سي سي ماشي ما وصلش شهر 610 620 فيها واحد بوصون هي صغيرة راه كيما شتي في الديبار راه الاول انها راه باش عاد ما كتبرش الكربيرة شو شحال من تعاشر تاو البومب ولا اسحب بومبا باش يديرو لنا لا بومب 50 درهم باش 40 متر لا 50 متر وقال لك 40 متر وقال لك 50 درهم باش صار لك 40 متر عفر ديالي اسحب المال اسحب المال هذه هي زايد كاس هذه مرونة مخزن ديال بصح هم الدراري فين واقفين الشغل مازال الدراري واقفين فوق عافي شي حاجة هيك شيبس هيك شيبس راشي شاب خاوي القضية راح كاش خا حرام البوليس ناقش إيه إنه غير سلو كنا شو اسم محمد ديك اسم شو حميد هو الخوة دريس صغير تعرف في شيء اسمه بس ما أقدر ألف على الكاغول هذا تعرب البرد خلاص 50 وش اللي تعمل خود شو غيره في هالنق لينو غير السلوك هنا القديم رونا مخزن إنها السرطة تل السمين الجاي إن شاء الله ونجيو باش ني سيركوي سيركوي صرا شويه واش هذا الكابريت قوي دقه دخلنا في الشجره عندك اسم شريك ما خوت كنا بغا نعلم تخوي الصغار يصوت ساعه ما مشاتش انا نعلمو يصوت ولكن ما مشابش هادشي اللي كاين بالصدار الخوت متنساوش ديرو لايك تابونا فلاشين بارطاجيو الفيديو مع صحابكم ستير ما تحطش موتيفال جديد ان شاء الله راه كاين واحد كيف كاسكات ديال الشرق
شاء الله غادي نجيبو معايا وصلوني الساعة شنو كاين هذا نربحوكم شي حاجة تقريبا شربة كاس كاس ما ماشي خمسة لا يوصلو نربحهم ليكم كاملين أما الدراري فين جالسين حاجة إي بس جالسة ليه فاو يا طبيعة هادشي اللي كاين أخوت كان معاكم أيوب سجلس نشوفكم فيديو جديد تهلاو